كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. عملية تفتيش المنجزة في منازل مشتبه فيهم مكنت من حجز سيارتين ثلاث دراجات مائية من نوع جيتسكي، فضلا عن مبالغ مالية مهمة من مستحقات من عائدات هذا النشاط الإجرامي، إضافة إلى آلة لعد النقود، مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة، فضلا عن محجوزات أخرى. المعنيين بالأمر تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. هذه العملية النوعية كتنضاف واحد المجموعة من العمليات التي تم القيام بها بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني، مكنت من حجز كميات مهمة من المخدرات، حوالي 16 طن من مخدر الشراء، كذلك 28 كيلوغرام من المخدرات القوية بين الكوكايين والهيروين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.